عايز إنتاجية عالية وربح عالي ونجاح للمشروع بتاعك وأرباح توصل ل100%، يبقى حضرتك لازم تهتم جدا بإنك تكون جايب تقاوي ممتازة من مصدر موثوق منه. اتكلمنا قبل كده على التقاوي في فيديو مفصل، لكن النهاردة أنا هقول نصيحة واحدة في الفيديو ده صغيرة خالص اختصار للفيديو السابق، وهي ان التقاوي بتاعتي لازم تكون زي ما حضرتك شايف كده، خالية من اي تلوث، جودتها الانتاجية عالية، وتكون طبعا من مصدر موثوق منه علشان اقدر ان انا اطمن ان هي فعلا تكون فيها الشرطين دول واطمن على الانتاج بتاعي. ده شكل الكيس لو كانت التقاوي بتاعتي كويسة، شكل كيس الزراعة، كيس المشروم اللي مزروع على قش. ده في الغالب مشروم، الكيس اللي قدام حضراتكم ده مشروم محاري مزروع على قش. المفروض ان الكيس بتاعي يكون الشكل ده لو كان فعلا الشغل بتاعي مظبوط والتقاوي بتاعتي مش ملوثة، وطبعا المفروض ان انتاجيتها هتظهر في الثمار من اول قطفة، بيبين طبعا زي الكيس الاول اللي احنا عرضناه في الفيديو ده. التقاوي طبعا لو كان شكلها صعب قوي زي الصور اللي حضراتكم شايفينها دي، فدي طبعا يعني سيئة جدا وممنوع نهائي ان انا اشتري حاجة زي كده او ازرعها. ولو كانت من بره لونها ابيض وفتحتها ولقيت فيها اي الوان تانية، يفضل ان انا استبعدها نهائي وما ازرعهاش ولا خاطر بزراعة حاجة زي كده. في النهاية طبعا بتمنى لكم كل خير، ولكن تركية صغيرة وبسيطة زي كده ممكن ان هي تسبب لنا مشاكل، خصوصا للناس اللي اول مرة تزرع مشروم، وانا اكدت عليها في اكتر من فيديو. فاتمنى ان شاء الله اللي سمع الفيديو ده او اللي قبله يستفاد وياخد باله من النصيحة دي كويس قوي وياخدها في عين الاعتبار، وان شاء الله ان شاء الله يقدر ينتج مشروم ممتاز ويحقق أرباح عالية زي ما بيتمنى ويكون مشروعه ناجح بإذن الله. وشكرا.